السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، متفرج على قناة بين ليبيا، وده برنامج اسمه شوت كات، برنامج متخصص في عمل المونتاج وتقطيع الفيديو ودمج الفيديوهات مع بعض وعمل مؤثرات وهكذا. أول ما بفتح البرنامج بيجي لي الشاشة ديت، ده لو أنا عايز أعمل مشروع جديد، فببدأ أختار الفولدر اللي أنا هحط فيه المشروع، البروجكت نيم، ببدأ أختار الاسم، وبعد كده الفيديو، ببدأ أختار كام فريم في الثانية والجودة بتاعته، ودي اخر مشاريع انا اشتغلت عليها. طيب هقول له ستارت، هيبدا المشروع. طيب انا عايز اضيف ملف، هقول له اوبن فايل، وهبدا اختار الملف بتاعي بالشكل ده. طيب ممكن انا مش عايز اللقطه دي كلها، ممكن ابدا اسحب واقول له مثلا عايز من هنا لهنا، والتايم لاين ده هو اللي ببدا احط الشغل بتاعي فيه. طيب لو انا عايز احط فيديو تاني بسيط، اقول له فايل اوبن فايل، وابدا ادخل فيديو تاني. طب لو عايز اكرر الفيديو دوت، بقول له كنترول سي في، بيبدأ يحط لي الفيديو اللي بعديه واللي بعديه. طيب لو انا عايز، بص، في عندي حاجة اسمها ان انا ابعد دي كده شوية، تمام، بسيب فراغ هنا، تمام، يبقى في حاجة سودة. طيب لا، ده انا مش عايز ابقى في فراغ، انا عايز الاتنين يبقوا داخلين مع بعض لمدة ثانية، بسحب وادخلهم مع بعض كده لمدة ثانية، تمام. اللي بيحصل، خلينا نشيل العلامات ديت، ندخل كده، حصل لي هنا تداخل بينهم، خليه يبدأ يشتغل كده، أقول مثلا من أول هنا، هتلاقي في مؤثر هنا بين الفيديو ده والفيديو ده، اللي هي حركة انتقالية. الحركة الانتقالية دي أقدر أجي هنا وأجي هنا وأقول له بروبرتس، يبدأ يجيب لي الحركة اللي هي، هل أنت عايزها على شكل بار هورزنتال؟ تعالى نشوفها كده تبقى عاملة إزاي. شايف الحركة دي؟ طيب لا، أنا عايزها مثلا فيرتيكال. دي كلها مؤثرات انتقالية بين الفيديو والفيديو. لا، ده أنا عايزها مثلا بالشكل ماتريكس. يبدأ يعملها بشكل ماتريكس، وأقدر أختار درجة النعومة بتاعتها، وأقدر أختار كام في المية وهكذا. طيب ممكن أقول له مثلا فكأن في ساعة كده بتلف معايا، فده مؤثر شكله حلو. طيب ممكن أبدأ أعمل مثلا فلتر على واحدة فيهم، أجي مثلا أقول له أنا عايز فلتر، وأبدأ أضيف فلتر مثلا زي الكونستراكت، مثلا الإضاءة أخليها عتمة شوية أو كذا. طيب أنا عايز أركز بقى في شوية في الفيديو دوت، أروح قايل إيه، أجي على الفيديو ده وأقول له كي فريم. كي فريم هيجيب لي الفيديو بالمؤثر ده، المؤثر ده المفروض هيأثر من هنا لهنا، ابدا احركه من هنا لهنا بحيث ان الفلتر ده ما يأثرش على الفيديو كله. لا، الفيديو كله هيبقى واخد مثلا لون معين، الفلتر هيأثر بس في الجزء دوت، تبدا الشاشه تبدا تبقى سودا. طيب لو جيت هنا للتايم لاين وجيت على ده مثلا، وعايز ابدا اقسمه نصين، ممكن ادوس هنا واقول له سبليت انتو بلاي هيد، او ادوس حرف الاس، او اجي هنا اقسمه، يبقى ده نص وده نص، ده لي ده كده بقى فيديو مستقل وده فيديو مستقل. يعني اقدر اسحب واخليهم الاثنين يدخلوا ويعملوا المؤثر مع بعض، تمام. طيب انا هنا عايز اجيبها بالظبط، عشان اجيبها بالظبط افعل السناب، هتلاقيه بدا يعملها اتجاه تبقى بالظبط، تمام. طيب لو الصوت ده انا عايز افصله، اقدر اجي هنا واقول له ديتاتش ايديو، تمام. ديتاتش ايديو يعني ايه؟ يعني ده بقى ملف لوحده وده بقى لوحده، بقى ده موجود في حتة وده موجود في حتة تانية خالص.